عبر الفنان وليد الجيلاني عن شكره للشعب اليمني الذي سنده أثناء مشاركته في منافسة برنامج عرب أيدول. وأعرب الجيلاني أثناء وصوله اليوم إلى صنعاء عن اعتزازه بما حققه من نتائج خلال مشاركته في المسابقة. إلى التفاصيل. لم يتوج بلقب عرب أيدول ورغم استحقاقه له بشهادة الجميع، لكنه توج بحب ملايين من اليمنيين والعرب. وليد الجيلاني الشاب اليمني ذو الصوت الشجي والإحساس المرهف، سفير اليمن في برنامج عرب أيدول، هكذا استقبله محبوه ومعجبوه في مطار صنعاء. جموع المستقبلين للنجم وليد الجيلاني كانوا من جميع الفئات صغارا وكبارا، حتى من نجوم الفن الذين عبروا عن مؤازرتهم لمن رفع اسم اليمن عاليا. احنا اليوم في فرحة كبيرة للشباب ولليمنيين كافة بالمبدع والمتألق دائما. احنا نعتبره نجم عرب أيدول، يعني مشاركته مش النهاية، هي هذه البداية، وان شاء الله يحقق امنياته ويشرف اليمنيين في كل مكان ان شاء الله. وفرحة يعني للشعب اليمني اجمعين، يعني بوجود الفنان وليد الجيلاني لحضوره الى اليمن. وأنا أعتبر أنه فوز، يعني أعتبر وليد الجيلاني هو عرب أيدول. يعني المؤتمر الصحفي الذي عقده النجم وليد الجيلاني عبر فيه عن شكره واعتزازه بفوزه بحب اليمنيين. الألقاب لا تصنع أصحابها، إنما هم من يصنعونها، والنجم اليمني وليد الجيلاني بما يملكه من موهبة وحضور وبمحبة من جمهوره سوف يكون رقما مهما في سماء الأغنية.